السلام عليكم من الله ورحمته وبركاته. صباحكم سعيد ومساءكم ورد وفل. أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يفرج همكم وهم المكروبين. في صباح هذا اليوم راح أحكي لكم شغلة بيعاني منها كل إنسان، بتتعبه وبتقرقه بتحيره بيتخبط في أدائه نتيجة لهذا الشيء. أولا يا أخواني، يا أحبائي، يا أبنائي، يا أختي، عندما تكون الحياة قاسية وظروف المعيشة صعبة والمتطلبات كثيرة والطلبات كثيرة والالتزامات كثيرة وكبيرة، الإنسان بهذه الحالة بنقلب مزاجه وبتغير شعوره وبيبدأ تعامله بشكل غير لائق مع الآخرين، والسبب ليس بشخصيته أو الكاريزما أو الاتيتيود تبعته، ولكن ظروف المعيشة الصعبة والظروف المحيطة فيه. كل إنسان بيطلب من إنسان شيء وبنتظر منه شيء، ولكن للأسف عمرنا ما سألنا بعضنا عن أحوالنا، عن حالنا، كيف عايشين، كيف نقضي أيامنا. برغم الابتسامات والقشور والابتسامة الصفراء، نبتسم وقلب يبكي وقلب يحزن، وما حدا بحس فيك يا ابنتي يا أختي يا صديقي يا أخي، ما حدا شاعر اللي أنت بتشعر فيه. حتى الكحة أو البحة اللي بصوتك من الألم والحزن ما حدا شاعر فيها أبدا. الكل بده منك، الكل بنتظر منك، الكل يحلل لنفسه ويحرم على غيري. إذا أنت ارتكبت خطأ فخطأك جريمة، أما إذا الطرف المقابل ارتكب الخطأ فخطأه مغتفر ومبرر وله أسبابه، وهو عبارة عن شخص ملاك بيعتبر نفسه عادي جدا أخطأ. أما أنت أو أنتي أيها المتزوج وأيتها المتزوجة ويا أختي يا ابنتي، خطأك غير مغفور أبدا، حتى لو كان خطأ صغير. فهذه التصرفات من الأسرة، الأب، الأم، الأخ، الأخت، الأقارب، المعارف، الأصدقاء، الزوج النرجسي المتعب اللي مش عاجبه ولا شيء، يخلق فيك كآبة وبكاء وحزن وندم. في أشخاص قادرين على أنك أو أنك قادرين، هؤلاء الأشخاص أن يجعلوك تكره نفسك، تكره بيتك، تكره أولادك، تكره حياتك. عم بتتعامل مع ذئاب، مع ضباع، مع كلاب، حتى الكلاب أفضل منهم، أجلكم الله جميعا، كل الاحترام للجميع. عم تنزف وتغرق وتبكي وبتحزن، ما حدا حاس فيك ولا بآلامك ولا بمشاعرك. يعني شيء غريب جدا، يقومون بالعبادات والصلاة والصوم والزكاة
والعمرة والحج وقراءة القرآن وممارسة الشعائر الدينية، وعند أقل خطأ بسيط تجدهم أمامك أناس ثانيين أبدا، ما حدا بحس فيك غير توأمك. ولهذا أنا عم أتحدث في هذا الموضوع، كل هذه المقدمات أصبر علي شوي حتى أربط لكم المواضيع بعضها ببعض حتى تكون الصورة واضحة أمامكم. ليش إحنا بنكون عبارة عن شخصية وشخصيتين وثلاث وأربعة وعشرة؟ السبب المجتمع اللي متعامل معاه، السبب الناس اللي بنحتك فيها. كلما أدرنا ظهرنا طعنونا، خذلونا، قتلونا، ذبحونا، قالوا عنا ما ليس فينا أبدا. ولهذا بيبتعد الإنسان ويصاب بالإحباط والخذلان ويشعر بالألم، وبيحكوا عنه منزوي، منطوي، معقد، وهم ما بيعرفوا أن هم المعقدين والمنطويين الذين جعلوه يصابوا بالخذلان والتعب والأرق والهم والغم والحزن، حتى خلوه يكره نفسه من تصرفاتهم الشنيعة ومن لسانهم القذر. فهذا توأم الشعلة اللي انت بتبحث عنه، فانتظره بالأفلام وبالأحلام وبالتخيلات. تبحث عن إنسان يفهمك، يشعر فيك، يحس بألمك، يحس فيك كإنسان، يشعر بوجودك، يهتم فيك. كم منا عنده في جواله الهاتف الخلوي أرقام كثيرة كثيرة وأسماء كثيرة كثيرة؟ من منكم من هذه الأرقام الكثيرة يسألون عنه ويتصلون به ويتطمنون عليه وعلى صحته؟ كم اتصال جاءك اليوم من هؤلاء الأشخاص اللي على جهازك، اللي أكثر من 500 اسم يسألوك عن صحتك، عن حالك، عن أحوالك، كيف عايش، إيش محتاج، شو بدك؟ كل هذا بخفف الاكتئاب عنك في البعد عن توأمك. فأنت كيف بدك تصحى؟ بهذه النقطة إن كنت تفكر بشيء يجيك من الناس فلا تفكر فيه أبدا. إن كنت تعتقد أو تتأمل مقابل من هؤلاء العالم اللي أنت بتتعامل معاهم، ما تنتظر منهم شيء أبدا يا ابنتي يا أختي. رجاء تكونوا فاهمين علي إن شاء الله، فاهمين شو أنا بحكي وشو المقصود بكلامي. مرحلة الصحوة في توأم الشعلة تجعل من الإنسان قوي، جبار، متين، قادر على أنه يعتمد على نفسه ويحقق أحلامه ورغباته وطموحاته. أولا الصحوة والتشافي، سواء كان المطارد أو الهارب، بدك نمبر وان انك تحكي انا راح احقق هدفي دون الانتظار من هؤلاء الناس المتجمعين حوالي كالذباب على الحلوى. راح احقق حلمي واملي، ما راح انتظر منهم اي شيء. راح أتظاهر دائما بأنني قوي حتى لو كنت مش قوي. لما بدأ أبكي ببكي لوحدي، لما بدأ أحزن بحزن لوحدي. لا تشكو همك للناس ولا لأحد إلا اللي بسأل عنك وبحبك بصدق وبشعر فيك. في ناس لما تشوفه تطلع بس نظرة بسيطة على عيونه، في خلال ثانية بتعرف انه حزين او فرحان. في ناس لو انه ضلك تبكي وتبكي وتبكي وتحزن ما راح يشعر فيك،
رح يتحدث لك عن مغامراته ورحلاته وسفرياته وعمراته وبناياته وأولاده وجامعاته والبزنس اللي عم بيعمله، وأنت متقطع القلب من الداخل، محزون مهموم، تبحث عن شيء ما، عن شخص ما يقف إلى جانبك، يقف إلى جانبك ليحررك من القفص اللي عايش فيه أنت. طبعا الكلام للذكر والأنثى سواء متزوج أو غير متزوج، شعور غريب، أمل، حلم، عذاب، مش مرتاح، مش مبسوط، لا أشعر بالراحة ولا الإطمئنان، خوف وقلق، بمشي بلتفت خلفي، بتلفت خلفي وأنا ماشي من الخوف والتعب ومن القلق ودموعي على عيني من الأرق. إذن الصحوة تبدأ عند المطارد، سواء كنت مطارد أو هارب، تبدأ الصحوة عندك بالثقة بالنفس، بنبذ كل هؤلاء العالم اللي أنت شايفهم، اللي أنت شايفهم عبارة عن عدد numbers only. هؤلاء الأرقام، الناس اللي عبارة عن عدد في حياتك، خلاص انهي، اشطب، ما رح يصير لك شيء. لا تضلك تجامل حساب نفسك وحياتك وعيشتك ومستقبلك، لا تجعلهم يأخذوا اللقمة من فمك ويضعوها في فمهم، يكفي، خلاص انتبه لنفسك، لحياتك، لمستقبلك. طبعا للذكر والأنثى هذا الكلام، يا أختي، يا ابنتي، يا أخي، انتبه لنفسك، انتبهي، انتبهي، اعرف عدوك من صديقك. في ناس ما بتميز هذا الشيء أبدا حتى تدخل في مرحلة الصحوة والاستقرار العاطفي لغاية ما تحصل على مرادك. قبل كل هدول بعيد وبكرر، اللجوء إلى الله أولا أولا أولا. إن شاء الله تكونوا تفهمتوا علي، وإن شاء الله أنكم استفدتوا من هذا الفيديو، وأنا بشكر كل اللي علقوا لي وكتبوا ملاحظاتهم وكل اللي سألوني، وإن شاء الله برد عليكم. وأنا وأيم الله إني أحبكم جميعكم وأتمنى لكم الخير، وأي استفسار أو أي مشكلة سواء كانت عاطفية اجتماعية أنا جاهز وحاضر بإذن الله سبحانه وتعالى. أتمنى لكم الخير والمحبة والتوفيق من كل قلبي. إن شاء الله نكبر مع بعض، نرتاح. أرجو من الله إنكم شعرتم بالارتياح بعد هذا الفيديو، وبتمنى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، لايك، سبسكرايب أند شير. وإلى اللقاء في الفيديو القادم، والسلام عليكم من الله ورحمته وبركاته.